حول حكم الخدع شلون يا زين تحملت الالام من صغر سنش حياتي ضيمها يا هو اعظم جرح لفقد شهدا يا هو اعظم جرح لفقد شهدا حرق باب الدار لو حرق الخيام حرق باب الدار لو حرق الخيام صادق سويدها احسن اشوفه موقف الليل صعوب احسن اشوفه موقف الليل صعوب ما حضر دفنتش بالديار الغروب كان من يدفن محب عند قلب كان من يدفن محب عند قلب وانا قلب انصاب وضحت على التراب تقول لي